الفي نوت ساب والكي ساب، ده معناه ان الفي داله في مين؟ في الاس. لو ال هو الكي توصل اف الاس بتساوي كام؟ الاس بتساوي زيرو تمام؟ والتي بتساوي كام؟ زيرو. يعني دي اس نوت، دي اس نوت دول ماي بوزيشن والاكسلريشن ات بارتكل فانكشن اوف اي. طيب عايز الاس تكون داله في الزمن وعايز الاكسلريشن تكون داله في مين؟ في الزمن. بس عايز معادلات، هتقول له سوليوشن. اول حاجه تكتب المعادله دي بتساوي الفي نوت ناقص الكي في الاس. الفي ما قدامش غير قانون واحد بس اللي هو الدي اس على الدي تي بتساوي الفي نوت ناقص مين؟ كي في الاس. اللي ما بين قوسين ده داله في التي ولا في الاس؟ يروح تحت الدي اس، يبقى الدي اس على الفي نوت ناقص الكي في الاس بيساوي الدي في تي. خلاص كده؟ كامل الطرفين. قال لك عندي اس نوت بصفر، تي كاب بصفر، يبقى هنا صفر وهنا صفر. من صفر الاس ومن صفر التي. خلاص ده كده لين المقام، يعني ما هو لك تكامل واحد على اكس بكام؟ بلين اكس، بس لازم كل البسط هو تفاضل المقام صح؟ فتعالى نفاضل كده، تفاضل السالب وسالب كي اس بسالب، فكان لازم نضرب هنا بكام؟ ونضرب واحد بره سالب واحد على مين؟ على كي. يبقى سالب واحد على كي وده تكامله هو لين في نوت ناقص مين؟ اللي هو المقام ده. بس حدد التكامل من كام؟ من صفر لايه؟ يس بيساوي تي. في مشكله كده؟ يبقى سالب واحد على كي افتح قوس عوض بالاس، يبقى لين في نون ناقص الكي في الاس ناقص لين، هنشيل كل اس نحط مكانها كام؟ صفر، يبقى لي بكام؟ في نون، لان الكي في الاس صفر بكام؟ بصفر. اقفل القوس بيساوي دي. تمام كده؟ لين الطرح ايه؟ اسم، يبقى سالب واحد على كي لين في نون ناقص الكي في الاس على في نون بيساوي كام؟ بيساوي دي. كده اقدر اكتب له ايه؟ ان لين في نود ناقص الكي في الاس على الفي نود بيساوي سالب كي تي. عايزين نخلص من اللين بالظبط كده، هكتب كده في نود ناقص الكي في الاس على الفي نود بيساوي سالب اي اس سالب كي تي. عايز تتاكد خد لين الطرفين، عايز تتاكد ايه؟ خد لين الطرفين، وزع البسط على المقام، يبقى واحد ناقص كي على الفي نود اس بيساوي اي اس كام؟ سالب كي تي. وانت اصلا بتدور على مين؟ بتدور على ده صح؟ يبقى كي على الفي نود اس بيساوي واحد ناقص اي اس سالب كي. ايه اللي انت عملته يا باشمهندس؟ عديت ده الطرف اللي هناك بشرعي مخالفه وجبت مكانه مين؟ اي اس كام؟ سالب كي تي. بقت دي يبقى الاس بتساوي ايه؟ في نود على الكي واحد ناقص ايه؟ اي اس سالب كي تي. الفي ثابت ولا متغير؟ وكي والواحد اي اس ثابت تي، يبقى كي اس داله في مين؟ بالزمن. يبقى انت خلصت. بيسالك على مين تاني؟ حاجه داله في مين؟ في الزمن. اعمل عمليه تفاضل، يبقى الفي بتساوي الدي اس على مين؟ على الدي تي. في نود على كي افتح قوس تفاضل الواحد صفر، والاي اس سالب كي تي موجب كي اي اس سالب كي تي. الكي تروح مع مين؟ مع الكي، يبقى ده عباره عن في نود في اي اس سالب كي تي. عايز تجيب العجله، يبقى العجله بتساوي دي في على مين؟ على الدي تي، بتساوي سالب كي في نود في الاي اس كام؟ سالب كي تي. مش انت فاضل بالنسبه لمين؟ للزي. خلاص طلعت الاس، طلعت الاكسلريشن ده في مين؟ خلاص يبقى انا بدات فيها ازاي؟ اول حاجه الفي ما قدامش غير فيها مين؟ دي اس على مين؟ على الدي تي. اما جيت اعمل تكامل ظهرت صوره اللين، تعرف بقى صوره اللين بتنجاب ازاي؟ يبقى لين المقام لازم يكون البسط في تفاضل مين؟ المقام، فكان ناقصه مين؟ سالب ايه؟ سالب كي. فلو دوست فوق سالب كي ده ما ينفعش، فضربت بره في ايه؟ سالب كي. طب ليه يا باشمهندس عوضت في التكامل؟ لان تالت اللين لما اجي اعوض بالصفر بيظهر فيها ثابت. بيظهر فيها مين؟ ثابت. ولين الطرح ايه؟ قعدت اظبط كده عشان اطلع الاس داله في مين؟ في الزمن. طالما طلعت الاس داله في الزمن فضلت طلعت مين؟ بسرعه داله في الزمن طلعت عجله.